يوستيدارسبرين نهر جليدي عملاق في النرويج. إنه عامل جذب رئيسي في وادي يوستيدال عند سفح جبل كوبنفيورد. منذ عام 1990 تعمل دليلة الجبال السويسرية هايدي تيممان هنا. إنها تقود رحلات إلى أكبر الأنهار الجليدية في أوروبا. اسمي هايدي تيممان، أهلا بكم هنا على النهر الجليدي. تبدأ الرحلة بأريحية قبل الصعود على النهر الجليدي نيكارتسبرين. الناس يبدون في الأعلى كنقاط صغيرة، سنصعد إلى أعلى من المستوى الذي هم فيه هناك. بإمكانك أن تري الجزء الخلفي الذي يتقاطع مع الوادي، سنصعد إلى هناك. ترافق السويسرية كل عام آلاف السياح على النهر الجليدي الأبدي. مجموعة اليوم تتكون من نرويجيين وأستراليين وهولنديين وألمان. التجول على الجليد يلقى إقبالاً منذ 130 عاماً. في عام 1880 بدأ متسلق الجبال النرويجيون بالتسلق على النهر الجليدي يوستيدالسبرين، وكانت معداتهم آنذاك بسيطة تتكون من حقيبة ظهر قماشية وثياب قطنية خفيفة وعصا التجول، وكان كل المتسلقين مرتبطين ببعضهم بعضاً بحبل واحد. السلامة هي أهم شيء، لذا علي أن أتفحص كل المعدات، ولكن أولاً يجب أن يكون الجميع مربوطين بالحبل. هايدي تيممان تهوى تسلق الجبال، وكانت ثاني سيدة سويسرية تحمل شهادة دليل تسلق الجبال، وهي في النرويج من الرواد، وهي أيضاً السيدة الوحيدة التي تعمل دليلة للجولات الجبلية. ورغم أنها تعرف مسار جولاتها عن ظهر قلب، إلا أنها لا تشعر بالملل أثناء جولاتها على النهر الجليدي يوستيدالسبرين. ملامح النهر الجليدي في تغير مستمر، فهو يتحرك مترا واحدا كل يوم، وخلال عدة أسابيع تتغير ملامحه بشكل كبير، لذا يعتبر البحث عن مسارات جديدة تحديا حقيقيا. ومن الجميل في هذا العمل التعرف على أناس مختلفين يتجاوبون مع تفاصيل الجولة بنسب متفاوتة. الرحلة اليومية تستغرق 5 ساعات وتنتهي عند الجبهة الجليدية، حيث يتدفق الماء إلى الوادي بكمية 10,000 لتر في الثانية. إنه جمال لا يخلو من الخطورة. زرقته جميلة وتدعو الناس إلى التقرب منه، لكن إذا تفجر فإنه سيدمر النهر وستنشأ موجة عظيمة تجرف الناس معها. لذلك أعتبر هذا المكان الأخطر في النهر الجليدي، فهو أخطر من التشققات وغيرها من الأمور التي قد تحدث للنهر الجليدي. نعود إلى يوستيدال، حيث تتجه هايدي تيممان إلى الجبال برفقة كلابها هذه المرة. الجبال بالنسبة إليها ملاذ للهدوء، وهذا أمر ليس غريبا على سيدة سويسرية نشأت في الجبال وتعيش فيها.